السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من امبارح وانا متابع الامور ومتابع الدنيا وعمال ساكت مش عايز اتكلم، وشايف بقى ناس كتير جدا بتلغي وبتتكلم، وشوية لجان شغالة على الزمالك. هو الزمالك جاب الفلوس منين؟ هو الزمالك مش عارف ايه؟ مبدئيا كده عشان الناس تبقى فاهمة، والزمالك جاب صفقات كتير، والزمالك جاب وجابه. نقفل نادي الزمالك؟ نقفله؟ شايف ان شاء الله باذن الله وهنعرف نجيب صفقات وهنعرف نجيب وهنعرف 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 الكلام ده عشان تبقى انتوا فاهمينه والناس فاهماه، وانا هتكلم معاكم في كل التفاصيل اللي حصلت في خلال الفتره اللي فاتت دي عشان برضو ايه تبقى الامور متاحه وانتوا عارفينها كويس جدا جدا جدا، عشان محدش يضحك عليكم وحدش يقول لكم اي كلام وخلاص، لان الامور هتبقى سهله جدا في الفتره اللي جايه دي. نيجي نتكلم كده بشويش وبالراحة. نادي الزمالك، نادي الزمالك عمل ايه؟ ونادي الزمالك حصل ايه في موضوع الصفقات؟ لما نيجي نتكلم، فاكرين في فترة من الفترات قريبة واجيب لكم الفيديو وانزله لكم بتاع في البرنامج الرئيسي لقناة النادي الاهلي، برنامج رئيسي لقناة النادي الاهلي بتاع الكابتن المحترم اسلام الشاطر، لما النادي الاهلي بيعمل صفقات وقال صفقات قال لك كلمتين بساط جدا: انت مالك؟ انت مالك الاهلي جاب فلوسه منين؟ طيب عايزنا نقول لك انت مالك الزمالك جاب فلوسه منين؟ طب انت مالك فعلا؟ انت مالك فعلا؟ مالكش دعوه الزمالك جاب فلوسه منين؟ ولا انت المفروض ان الزمالك وادارته تقعد تتفرج على الفريق اللي محتاج اصلا فريق كامل كامل. الزمالك على فكره كان محتاج فرقه، الزمالك ما كانش عنده لعيبه تقدر تشيل المجموعه القدام اللي موجودين ان شاء الله باذن الله بخير، مع شويه الصفقات اللي جت دي هتقدر تفوق نادي الزمالك لحد الصيف. انت محتاج تاني في الديفنس باك رايت، ومحتاج سيرد باك، ومحتاج ومحتاج. طيب هقول لك بقى بالتفاصيل بالتفاصيل عشان برضو ما حدش يضحك عليك، وهرد عليك بشكل تاني. تعال كده نحسب مع بعض الصفقات والزمالك صرف قد ايه وعمل ايه وجاب بكام عشان برضو الناس تبقى فاهمه. عبد الله السعيد من بيراميدز الزمالك دفع 10 مليون جنيه من النادي فقط، لان في رجل اعمال دفع 2 مليون جنيه وعبد الله تنازل عن 3 مليون جنيه. دول ال 15 مليون جنيه بتوع اللي اتقال ان عبد الله السعيد جاي بيهم، يبقى 2 مليون جنيه رجل اعمال، 3 مليون جنيه تنازل عنهم عبد الله السعيد لبيراميدز، ودفع نادي الزمالك 10 مليون. ده اول لعيب. سيف جعفر شللته وحاسب على كل جنيه خده من بيراميدز عشان يجي نادي الزمالك، ونادي الزمالك مضى عقد جديد وهيديله فلوسه زيه زي اي لعيب. يبقى كده اتنين لعيبه جايين بكام؟ ب 10 مليون جنيه. محمد شحاته من طلائع الجيش، وبرضه ايه عشان برضه الناس تبقى فاهمه، اصل والله والله الناس يا جماعه صعب جدا. اللجان والجان بقى ايه ده، الجان ممكن تبقى زملكاويه والجان معروفه انها اهلاويه، محروقه قوي من صفقه عبد الله السعيد ومن اللي حصل فيها، وناصر ماهر واحمد حمدي والاسماء اللي جت، واللعيب بتاع مونشن جلاد باخ، بروسيا مونشن جلاد باخ ده اللي مجنن الناس واللي كانوا بيتفاوضوا معاه بقى لهم شهر. طيب نيجي لمحمد شحاته. محمد شحاته جاي من طلائع الجيش عاره بنيه البيع، والزمالك عشان يقسط الفلوس خده بالشكل اللي انا بقول لكم عليه ده، ودفع 10 مليون جنيه فقط، والباقي نهايه الموسم زيهم عشان يشتريه. يبقى كده الزمالك حاليا دفع كام تاني؟ يبقى كده دفع 10 مليون، و10 مليون بتوع عبد الله، يبقى كده 20 مليون، 20 مليون في 3 لعيبه. كويس؟ كويس قوي قوي قوي. نكمل؟ نكمل. ناصر ماهر من مودرن فيوتشر جاي في صفقه تبادليه، عمرو السيسي راح واحنا خدنا ناصر ماهر من غير ما يدفع ولا جنيه. طيب احمد حمدي صفقه فري ترانسفير من غير ولا مليم، ونفس الكلام على ياسر حمد صفقه فري ترانسفير من غير ولا مليم. يبقى كده 3 لعيبه تاني من غير ولا مليم، يبقى هم نفس الرقم اللي اتدفع في كل لعيب من اللعيبه اللي جت. طيب زياد كمال من انبي جاي عاره 6 شهور ب 5 مليون دلوقتي،
هتقول لي ما هو جاي عرض سنتين ونص وهيدفع فيه بكره 10 وبعده 15. يا عم انا فاهم والله، والله فاهم، بس هو جه عرى 6 شهور كمل الراجل وبقى كويس، ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك هيخلص ويدفع. وانا متاكد من زياد، اكتر واحد متاكد منه في مصر، لان انا مرنته في المصري، وعشان برضو الناس تبقى فاهمه، عشان جمهور الزمالك برضو ما يحملش نفسه فوق طاقته، الولد ده اختيار، اختيار طارق السيد اهو على بلاطه، من ضمن الناس اللي اترشحت من طارق السيد. وانا عارف ان جمهور الزمالك بيثق فيها جدا في الحته دي، ان شاء الله باذن الله يجي ينور ويلم ويظهر بالمستوى اللي انا شفته بيه واللي انتوا شايفين الفيديوهات بتاعته بيه. ماشي، يبقى كده 5 مليون زياد كمان، ده اللي اتدفعوا دلوقتي. انا بكلمك على الحسبه كلها دلوقتي، سيبك من بعد كده، لان بعد كده هيبقى في كلام تاني وحماده تاني خالص، بعد كده هيبقى في حماده تاني خالص مختلف عن حماده اللي دلوقتي. طب ليه يا كابتن طارق بتقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده عشان انا عارف اللي هيحصل ايه بكره وبعده. نادي الزمالك هيقدر وبرجال اعماله اللي موجودين وبالموارد اللي هتتخش جوه النادي الفتره الجايه ان هو يشتري اي لعيب في مصر، اي لعيب في مصر. بس الناس دلوقتي زي المزنوقه، دافعه 2 مليون و700 الف دولار غرامات قديمه. ماشي؟ يبقى زياد 5 مليون جنيه. طيب كده بقينا 25 مليون جنيه، مهاب ياسر ومحمد عاطف جايين ب 9 مليون، كل واحد ب 4.5 مليون جنيه. يبقى التكلفه كلها كام يا كابتن طارق؟ التكلفه كلها 34 مليون جنيه، ده للعيبه المصريين اللي هم موجودين في الدوري المصري اللي هم اصلا معمول عليهم زيطه ومعمول عليهم صداع، بس انا عارف ان اللي عامل الزيطه دي والصداع دي كله عبد الله، عبد الله عامل زيطه تقيله جدا، عامل قلق كبير جدا، وانا مش عارف هو ليه هو دايما كده، عبد الله بيعمل قلق جامد جدا، اول ما بيجي عند الفانله البيضاء الناس بيجي لها صداع، صداع كبير. طيب نيجي للاثنين اللي خلصوا بفلوس دولارات، او الثلاث لعيبه اللي خلصوا بفلوس دولارات، ودول ان شاء الله باذن الله موجودين في نادي الزمالك في الفتره الجايه برضه. الاوغندي ترافيز ميتوبا 200 الف دولار على دفعات قسط، مش مليون ونص. فاكرين المليون ونص؟ اقول لكم عليهم برضو دلوقتي. ده 2 مليون ونص مش واحد بس، وفي واحد 3.5 مليون، ده دولار مش مصر. يبقى 200 الف دولار ميتوبا على دفعات. طب مصطفى اشرف ب 200 الف دولار برضو على دفعات، وده من اللعيبه البروميسنج، انا ما شفتوش كويس بس في ناس بتوع السكاوتنج هم اللي مرشحينه وبيقولوا عليه من اللعيبه اللي ان شاء الله باذن الله هتبقى هتعمل الفرق بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك. ومحمود الاسود اعاره برضو ونفس الشيء ونفس الرينج، يعني 200 الف دولار. يبقى تلات لعيبه اجانب او واحد منهم مصري واثنين اجانب ب 600 الف دولار وكلهم اقساط. ماشي ماشي، يعني الزمالك اشترى 12 لعيب دفع فقط 34 مليون جنيه و600 الف دولار. 34 مليون جنيه مصري و600 الف دولار اجنبي او دولار امريكي. دي كل الصفقات اللي الناس عامله عليها قلق وصداع، والحق ده الزمالك جاب الفلوس منين، الحق الزمالك عمل، الحق الزمالك سوى، الزمالك لقى اثار، الزمالك حسين لبيب لقى اثار تحت البلاط، الزمالك الدوله بتدعمه، الزمالك مش عارف ايه، كل ده ب 34 الف، 34 مليون جنيه و600 الف دولار. طب والله العظيم ثلاثة يا جماعة عيب. عارف ان ده مش اي حاجة في صفقة من اللي عملها النادي الاهلي، صفقة واحدة من النادي الاهلي. ما تقول لي كده موديس تجيب كام لو سمحت بعد اذنك؟ بكام؟ مليون ونص دولار في سنة؟ طب بلاش موديس اللي عنده 36 سنة ابو مليون ونص دولار، هو أسامة أبو علي جاب كام يا باشمهندس؟ ما تقول لي، أكتب لي. والله العظيم حاجة، يعني أنا عارف هما بكام، ما علينا مش هنتكلم ولا هقول. طيب اللي جام فين بقى اللي هي بتتكلم دي من وقف القيد اللي حصل امبارح ومحدش بيس، محدش اتكلم خالص ولا حد جاب سيرة غير النهارده واحد صحفي من الصحفيين المحترمين الاهلاويين اللي اتكلم في الموضوع في لايف زي ده او في فيديو زي ده، وقال لك بصراحه ووضوح ووضوح
ان الاهلي توقف القيد امبارح والمشكله بتتحل، او المشكله اتحلت بسبب مين؟ بسبب برونو سافيو. لا والله هو لسه عايش. اه لسه عايش. هو كان جايب كام؟ مش ده اللي بيبصي وما بيفكرش مرتين وما بيش عارف ايه وايه والكلام اللي اتقال والقصص، وما كملش 6 شهور في النادي الاهلي، وموديست اللي كان هيمشي بابو 1.5 مليون دولار، وسام ابو علي اللي لسه ما شفناهوش، لما نشوف الملعب هنقدر نحدد مستواه. كل الكلام ده. طب هو اخر حاجه عشان برضو الناس تبقى فاهمه في الحته دي، عشان هنقل بقى على الجد ونخش على الزمالك ونخش على المدير الفني ونتكلم في المدير الفني. هو ازاي الاهلي لما اشترى امام عاشور ب 3.5 مليون دولار ما حدش اتكلم ليه؟ ما حدش جاب سيره ب 3.5 مليون دولار. لعيب واحد ب 3.5 مليون دولار، لعيب واحد ب 3.5 مليون دولار، ما حدش اتكلم ولا قال لك جاب الفلوس منين، ولا الدولارات دي بتيجي منين، ولا بتروح فين، ولا. هو بس الزمالك يا عيني اللي ايه اللي لا، ما ينفعش الزمالك بيجيب الفلوس دي منين يا جدعان؟ ازاي الزمالك يشتري لعيب زي فلان، ولا يجيب الصفقات دي، ولا يحصل معاه، ولا يجرى معاه، ولا. حاجة بصراحة تجيب التعب النفسي. انا بس ببعت رسالة لجمهور الزمالك، اقفل ودنك، افرح بصفقاتك، ركز مع فرقتك، لعيبتك محتاجة دعم، ما تركزش مع اي حاجة، ادعم لعيبتك وادعم ناديك دلوقتي. وده من وجهة نظري الشخصية، وانا عن نفسي داعم للفرقة في الفترة الجاية عشان نشوف الزمالك يرجع تاني لمنصات التتويج. اي كلام تاني واي حد بيقول لك حاجة تاني ما تسمعلوش، اسمع كلامي ما تسمعلوش، لان ده بتاع فتنة، بتاع لجان. جوزيه جوميز هو مدرب الزمالك الجديد. طب عشان برضو الناس ما تقعدش تعمل زيطة وتعمل وش وتعمل صداع، عشان برضو الناس تبقى فاهمة والناس تبقى عارفة، هو جوزيه جوميز هياخد كام في نادي الزمالك؟ خلاصة الكلام، عشان انا سمعت اصل 65 و70 ومش عارف ايه هو وجهازه. طب كل تفاصيل عقد جوزيه جوميز 50,000 دولار هو وجهازه. جايب مدرب مساعد، جايب مخطط احمال، جايب مدرب حراس مرمى ب 50,000 دولار، اللي هو اصلا رقم مش حاجه مع العقد اللي كان بياخده في السعوديه، لانه كان بياخد رقم كبير جدا 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 في السعوديه، ولا هو اصلا رقم بالنسبه للارقام بتاع المدربين اللي بياخدوها في مصر هنا بالنسبه للاجانب. مش هتكلم على المصريين، لان المصريين برضو ما بياخدوش ارقام كبيره قوي، انما الاجانب في مصر هنا بياخدوا ارقام اعلى من كده بكتير قوي. واسالوا فيتوريا، واسالوا كولر، واسالوا كل المدربين اللي موجودين في الدوري المصري اللي هم اجانب واللي مشوا قبل كده كانوا بياخدوا كام، عشان برضو الناس تبقى فاهمه. ده بالنسبه للعقد. طيب عمل ايه مستر جوزيه جوميز؟ اللي عجبني كمان ان الراجل جاي مذاكر وحصل قعده معاه في فندق في منطقه الزمالك، استلم فيها كل التفاصيل عن اللعيبه القدامى وكمان اللعيبه الجداد الصفقات الجديده، وقاعد جايب شغله وقاعد بيذاكر كل التفاصيل بتاعه الفرقه، مين جديد، مين هنا، الصفقات، بيسكن اللعيبه في اماكنها، ده بيلعب ايه، ده بيعمل ايه، بيتفرج على الماتشات القديمه، بيشوف اللعيبه المميزه اللي عندنا مين اللي ممكن يعمل له الفارق، بيتفرج على الماتشات الفرق عشان يبقى عنده داتا كامله، عشان لما ينزل شغله ان شاء الله باذن الله يبقى مذاكر وعارف ده مين وده مين وده مين، لان برضه مش عايزين الراجل ياخد وقت كبير قوي في مذاكره اللعيبه او في معرفه اللعيبه. واكيد الجهاز الفني المصري اللي هيشتغل معاه لسه ما اتعلنش، سواء الكابتن معتمد مكمل معاه او زي ما قال ممكن مش هيكمل وهيجيبوا حد تاني، او احمد مجدي اللي هيكمل او كل الكلام ده مش بتاعنا. احنا بتاعنا دلوقتي ان الراجل يكون حافظ وذاكر اللعيبه كويس جدا، وعارف هو بيعمل ايه، وعارف بيشتغل ازاي، لان احنا داخلين على موسم صعب جدا في الكونفدراليه، في ماتشات اهلي جايه، في بطولة كاس مصر في ضد النادي الاهلي، وعايزين ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك يقدر يحصل على بطولة او البطولتين بتوع الكونفدرالية، بطولة كاس مصر، وكمان يرجع تاني للمنافسة على الدوري، ومش بعيد بالاسماء اللي جت، بعبد الله السعيد، بناصر ماهر، بزيزو، بشكبالة، بفتوح، بالونش، بشحاتة، بزياد، بكل الناس دي نادي الزمالك راجع ان شاء الله باذن الله. انا عندي امل في ربنا كبير ان الفرقه باذن الله تفرحنا، والنادي
وجمهوره يفرح واللي حصل ده تبقى طفره كويسه وبدايه طفره كبيره لنادي الزمالك في الفترات القادمه. انا تاني ودي اخر مره هتكلم فيها في الحته دي، ارجو من جمهور نادي الزمالك يقفل ودنه وما يركزش مع اللجان اللي بتحاول تحارب في النادي باي شكل وتبوظ شكل النادي وتبوظ شكل اللعيبه وتبوظ لك وتهد لك في اللعيبه اللي جايه لك. خد بالك زياد مش عارف ايه، مش ناصر ماهر ده، عبد الله السعيد كبير، ده عبد الله لعيب كبير مش هتفرق بالنسبه له. انا بتكلم على اللعيبه الصغيره، اللعيبه زي زياد زي ناصر زي شحاته. ناصر مش لعيب صغير برضه، ناصر لعيب كبير، زي عاطف، زي كل الناس الجديده اللي جايه دي، زي اللعيب بتاع بروسيا مونشن جلادباخ، برضه كل الناس دي صغيره محتاجه انها تاخد الثقه في نفسها. وان شاء الله باذن الله نشوف الزمالك في سوقه الجديد، سوق البطولات باذن الله. من هنا الفيديو بتاعنا بيخلص، كل التحاليل وكل الشكر ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.